رجعنا من تاني وخمسة على الطريق على هوا الراديو 90 90، معك عبير باسوني ورامي الحلواني، واتفقنا النهاردة حلقة كلها نفسية، كلها علاجات 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 كلها نفسية كلها زالية أخصام مثلا. ماشي معنا النهاردة المعالج النفسي مهند سمير، ومساءك كله فل وخير ومنورنا دايما في 90 90. مساء الفل رامي، مساء الفل عبير، مساء الفل. أنا معاكم النهاردة وإن شاء الله نتبسط كلنا، والناس اللي متابعانا دلوقتي والناس اللي قلقانة تهدى شوية. ايه عارف له ايه ده ايه. طب مهند، عايزين نسألك سؤال بقى، سؤال بسيط وسهل جدا. ايه رأيك في الافورة؟ يعني انت كمعالج نفسي فاش تقول على حد انه بيأفور طبعا، بس ايه رأيك في الافورة؟ بس باخد بالي منها يعني. مش هقول بس باخد بالي. يعني بتحس ان في حد اللي هو لا انت اوفر؟ الافورة هي ليها اسباب يعني كتير جدا، مش شرط الشخص يبقى قصدها اساسا. ممكن تكون نوع من انواع ان انا بجلب انتباه اكتر، ان انا في بعض الاشخاص مثلا بيبقى عندهم حاجه اسمها شخصيه هستيريه، فالشخصيه الهستيريه دي بيبالغ قوي في ردود افعاله، بيبالغ قوي في انفعالاته. دي نوع من انواع الشخصيه يعني، شخصيه اضطرابات الشخصيه. اضطراب فبيبقى ليها اسباب كتير، مش ده طبعا، مش شرط كل اللي بيأفور شخصيه هستيريه. أيوة، اللي بيأفور اقدر اقول ان هو بيبقى هدف من اهدافه في دماغه كده وعقله الباطن ان هو يلفت النظر. ممكن مثلا في فتره الطفوله ان انا كنت دايما لما بعبر عن انفعالاتي عادي ما حدش بيلتفت ليا. اول ما صوت ممكن امي تجي لي تقول لي ابني بيصوت جدا، فبقول لها تعملي ايه؟ بقيت بنتبه ليه. طب قبل كده لما بيندهلك عادي؟ لا ما كنتش بركز. خلاص عارف ان دي طريقه بتجيب على طول، الطريقه اللي بتجذب الانتباه دي، الطريقه اللي بتجيب. طب حلو، طب ما تيجي نجرب صوت. معاك مؤتمر يا صوت، انت قلتيها قبل كده مره على الهواء. قلت كانت ايه؟ كانت مستمع مشاركه معانا على التليفون وبتقول لي عبير انا حاسه ان انا لوحدي على طول ومحدش ملتفت ليا، وفي وسط الناس ورقص صوتي ده كلها وهيحسوا بيكي. طيب القلق بقى يا مهند. القلق انواع، خلينا نقول في اللينك ده الاول كده انواع القلق والحميد منه والخبيث منه برضه. الموضوع بص دخلنا فاهم على طول. القلق عامه في قلق طبيعي جدا، ده كل الناس عندها قلق، يعني كل الناس بيبقى عندها شعور القلق، هو اتخلق جوانا عشان يحمينا من موقف معين. يعني انا مش قلقان من موقف فيه خطر، فانا بالتالي هتأذي وهتأثر بشكل سلبي. ده القلق الطبيعي. اذا كان القلق من حاجه هي اصلا فيها خطر فعلا، ده طبيعي. امتى يبقى فيه مشكله؟ لو القلق مبالغ فيه ومش متوافق مع الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا لو القلق مثلا يكون عندنا فكره معينه احنا بنبالغ فيها، خطر مش حقيقي، زي ان انا لو نزلت من البيت الناس هتاذيني، زي ان انا لو رحت شغلي بكره فانا مش هنجح في شغلي بكره، بالتالي ده قلق مش حقيقي او قلق غير طبيعي. هنا بنقدر نشخص ان في قلق، وفي انواع كتير جدا من القلق. في قلق مثلا، في احد اضطرابات القلق زي اضطرابات الرهاب الاجتماعي او القلق الاجتماعي، بيخاف يتعامل مع الناس اللي بره. بالظبط كده، يقلق يتعامل مع الناس. في قلق مثلا، في الفوبيا العاديه او اضطرابات الفوبيا اللي هي مثلا من حاجات معينه، من حيوان، من حد بيبقى عنده فوبيا من الاسانسير. ده يعتبر اضطراب قلق يعني؟ الفوبيا دي تعتبر اضطراب قلق؟ مش اضطراب قلق، ولكن احنا كل دي بنحطها تحت اضطرابات القلق او المخاوف كده، الفوبيات او القلق. في طبعا بس الفوبيات احنا بنشوف ساعات فوبيات تفطس من الضحك يعني، الواحد في ناس كده واحد بيخاف من البطيخ يعني، في ناس بتخاف من البالونه مثلا. وفوبيا الثقوب. ايه الثقوب؟ الثقوب المخاريب دي اللي هي حاجه منقطه كده، اللي هي زي مثلا خليه النحل. في ناس جدا بتخاف منها. الموضوع ده غريب قوي. بس لو احنا هنتكلم عن القلق ان جنرال، في طبعا اكتر نوع قلق شائع اللي هو القلق المعمم او القلق العام، اللي هو شخص بقى قلقان من اي حاجه، اي موقف بيفسره بطريقه مبالغ فيها قوي. يعني الضغوطات بشكل عام بتولد القلق بطريقه ممكن ينعكس بشكل سلبي على صاحبه. طبعا الضغوط ممكن تأثر بشكل كبير ان هي تسبب قلق مع استمرارها طبعا لمدة طويلة وعدم القدرة على التعامل معاها. يعني خلينا نقول ان الضغوط في حد ذاتها هي مش مؤذية على قد ما انا بتعامل ازاي مع الضغوط. ده احنا عندنا شوية اسئلة. ده احنا اصلا يعني بص احنا قاعدين انا ورامي مستنيينك تيجي بقالنا كتير. انت جاي تعالج اتنين على الهواء. يعني عادي يعني. استنى لسان حال كتير من مستمعينا، فبرضو عايزين يشاركونا كده على 2-18-10-8-66 رقم التليفون 1-99 على اس ام اس. وفي ضيافتنا النهاردة المعالج النفسي الاستاذ مهند سمير، مع الاستاذ عبير والاستاذ رامي. كبرنا الموضوع. بس كنا من شويه عندنا هنتعالج. يا من شويه كنا كيس ستاديز، دلوقتي بقينا اسد. شكرا وكتر الف خير. عفوا يا عبير.
لسه مكملين معاكم على راديو 90 90 هواها مصري ولسه حلقه مليئه مش ضحكنيش بالمغامرات بالمغامرات فقدت النطق ولسه بنتكلم عن القلق وقد ايه القلق فعلا بيأثر علينا جدا بشكل كبير في حياتنا وازاي ان في افوره. يعني خلينا نقول حتى الراجل المعالج النفسي بنفسه قال لنا ان في ناس بتافور عادي. طب اسالك سؤال رامي هيحبه قوي, مين بيافور اكتر الراجل ولا الست؟ عشان دي سؤال وده سؤال مفضل. ابص انا بتكيت الراجل ولا الراجل ولا ما بغش ليها نسبه معينه على حسب ظروف اللي نشأ فيها على حسب الشخصيه يعني الشخصيه بس دايما بحس افوره الست بتبقى مبرره بس لا لنفسها بس هي بتبررها لنفسها لا بس مبررة عامة يعني عادي ان الست تأفور بس مش عايز الراجل يأفور فاهم اللي هو أفورت ايه الأفورة دي يا عم انت أوفر ده انت المفروض راجل ما بتحسش الراجل ممكن يبقى بيأفور في صمته بصراحة ده انا بعيني من الموضوع هما الاثنين فعلا بيأفروا بس كل واحد بطريقته يعني. بس كده يعني ده الأساس لكن الفكرة بقى بتاعت القلق بقى لما نرجع لها تاني يا مهند وايه الفرق ما بين القلق المرضي والقلق الطبيعي المحمود؟ خلينا نفهم ايه الفرق بين القلق المرضي وبين القلق الطبيعي. زي ما قلنا ان كلنا بيبقى عندنا نسبه من القلق, دي حاجه طبيعيه جدا لان القلق هدفه ان هو يحمينا من اي خطر. ربنا خلق لنا مشاعر القلق لان لو انا مش قلقان من خطر معين فانا ممكن يأذيني, فاذا كان في خطر حقيقي وانا قلقان منه هنا القلق طبيعي جدا. زي ان انا عندي امتحان بكره, عندي شغل بكره, عندي حاجه جديده رايح اعملها, داخل على قرار جديد في حياتي, طبيعي يبقى في قلق شويه. القلق المرضي او غير طبيعي هو اللي بيبقى جاي من فكره غير منطقيه او فكره ملهاش دليل. يعني مثلا شخص جاي حد من السفر على الطريق ما بيردش عليه فيبدا يقول ده حصل له حاجه. هنا جات لك فكره فيها خطر هي مش منطقيه انت ما عرفتش. او شخص شاف حيوان اليف جدا فيبدا يقلق جدا منه او ان هو هيأذيني فبرضه فكره مش منطقيه. او ان في حد بيوفر ثينك او بيبالغ جدا في التفكير في كل حاجه في حياته ده برضو قلق غير طبيعي, تبقى حاجة حجمها قليل جدا هو بيكبرها جدا في عقله. ده الفرق بين القلق الطبيعي وبين القلق المرضي او الغير طبيعي. مبروك طلع عندي قلق مرضي. انت طلع عندك قلق مرضي وانا صرحت برضو انا حاسة ان انا جايين نشخص. مبروك والله. لا بس يعني فعلا في ناس بتكون القلقها مش لايق على السيتويشن. يعني فعلا تحس ان هو انت قلقان قوي ليك مفيش حاجه تستحق القلق. ما هو ده برضو ممكن يبقى راجع لفكره الدماغ اللي بتقعد تهري بقى مع نفسها. بمعنى ان انا بفضل ارسم في سيناريوهات سوداويه وهيحصل كذا واحط النتيجه واحط خلاص بقى الدنيا اتدمرت. ده ليه علاج؟ ليه طبعا علاج. ده ليه علاج يعني عامه القلق يعتبر من اكثر المشكلات النفسيه شيوعا في العالم. يعني غالبا اخر نسبه كنت قريتها لمنظمه الصحه العالميه بتقول ان 25% من البشر يعتبر عندهم قلق. يعني يعتبر ربع الناس اللي عايشين على الكوكب بيقلقوا عندهم اضطراب قلق. بالظبط. اوف اوكي. هو من اكثر اضطرابات او المشكلات النفسيه شيوعا هي مشكلات القلق. طبعا بسبب الضغوط اللي بتزيد مؤخرا بسبب المشكلات الماديه مثلا دايما شخص يفكر طب انا لو ما هخلف هعمل ايه, طب انا لو هصرف على اولادي ازاي, طب انا لو ابني او بنتي تعب شويه فانا هوديه فين, طب هخرج ازاي, طب هعمل ايه. ويبدا بقى القلق غير طبيعي يخليك توفر ثينك. ده الولد تعب ده هيحصل له كذا ده انا مش عارف ايه محدش يقف جنبي. وتتولد من هنا بقى فكره سوء الظن بقى بالظبط في الظروف وفي الامور وانسى طبعا. بقى ان في رب بييسر وبيسر. ما هو بقى دي حاجه مهمه جدا خلينا نتكلم عليها لما نرجع على طول. بس فكره ان في ناس كتير جدا بتمس اندرستاند انه انا حاسس كده غصب عني. بس هو بيبقى عارف اللي هو ايه في صراع ما بين الدين انه انا عندي ثقه في ربنا وكل حاجه بس انا مش عارف ابطل افكر كده. فدي حاجه مهمه جدا. يعني اللي انت بتقوله ده فعلا ناس كتير قوي بتقعد تقوله لنفسها. وكمان الاوحش لما بيجي لك من حد من بره انه مثلا دلوقتي انا بحكي مثلا لرامي فرامي بيقول لي يا بنتي خلي عندك حسن ظن بربنا. انا عندي على فكره بس مش عارف اعمل ايه. بس مش مفعلاه يعني دي بتقوليه على لسانك وفي عقلك. ده موجود لكن من قلبك وتعاملاتك بشكل حقيقي على الارض لا. مش ما هو ده المرض النفسي ان انا مش عارف اعمل كده صح ولا ايه بقى. المشكلات النفسيه يعني مثلا لو حد خلينا متفقين الايمان بربنا كويس جدا يعني طبعاً افضل الحاجات اللي بتخلي الانسان يشعر بالطمانينه والهدوء. لكن المشكلات النفسيه زيها زي مشكلات العضويه. مش معنى ان انا مؤمن بربنا بدرجه عاليه جدا فانا ما اصابش مثلا بمرض عضوي. فطبيعي ممكن يجي لي مشكله نفسيه الايمان بربنا بيساعدني على التخلص منها. الايمان بربنا يساعدني ولكن برضو بلجأ للعلاج. ربنا خلق داء وخلق علاج. ما قالش ان علاج الادويه مجرد بس ان احنا نبقى نلجأ دايما لربنا. ده مهم جدا ولكن ناخد بالاسباب اللي ربنا سخرها لنا في الدنيا اللي هي الادويه العلاج النفسي. الحاجات دي بتساعدنا بشكل كبير جدا
غير ان هي بتحط علينا ضغط فكرة ان انت لازم تبقى مؤمن ومش هتبقى قلقان, فالشخص يبدأ يعتقد ان هو مقصر. لا مش بتيجي خط لزق كده يعني, روحانيات الموضوع بيبقى ليه عوامل تانية كتير جدا. ايمان بربنا مهم, بيساعد على الهدوء والطمأنينة, وربنا وعد بكده حتى يعني الاشخاص المؤمنين بربنا تحس في حالة هدوء واستقرار طبعا. ولكن مش بالضرورة الاثنين يكونوا مرتبطين ببعض قوي يعني. ممكن يكون وكمان اعتقد الموضوع بيكون ليه علاقة كمان انه بالمخ وافراز حاجات معينة في المخ وكده. فبالظبط زي اي مرض عضوي. لا حلو قوي الحاجات دي ولذيذة جدا فكرة فعلا ان الواحد يحس ان هو لا هو مشكلة مش عنده, هو مشكلة مش في قلة ايمان, عشان دي حاجة برضو فيها مشكلة كبيرة قوي, مشكلة عادي جدا ممكن تكون نفسية. اسلوب التفكير والاولويات اللي انت بتحطها في دماغك عشان تعرف تتعامل على اساسها. احنا لسه مستمرين في كلامنا ودردشتنا مع مهند سمير المعالج النفسي اللي بنتكلم فيه النهاردة في لقاءنا ده عن القلق وازاي القلق ممكن يسيطر علينا. بس مش هنخلص الحلقة دي غير واحنا حاطين روشتة فيها عليك. أرجوك 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 عندنا ناس كتير على اسم اسس منهارة. لسه مكملين معاكم على راديو 90 هواها مصري. انا دخلت وفاهم وانت معلي يعني. لسه مكملين معاكم ولسه بنتكلم عن القلق وقد ايه القلق بيأثر في حياتنا بشكل كبير جدا, ومن الحاجات اللي نقدر نقول انها او مش نقدر نقول بقى هي علميا فعلا او يعني استاتستيكلي من الحاجات اللي هي منتشره بشكل كبير جدا. طيب عايز اسالك سؤال بقى, احنا عندنا اللغه الثانيه هي الانجليزي عارف اللي هو لا اللغه الاولى الانجليزي بالنسبه للعربي ده لغه ثالثه اصلا ما بنتكلمش عربي خالص انا وراك. طيب احنا بقى عايز اسال سؤال غريب شويه, بس هو دلوقتي في ناس كتير قوي بتقول ان سبب من اسباب القلق هو السوشيال ميديا, وانه ناس بتقضي وقت طويل قوي قوي على السوشيال ميديا وماسكه الموبايل ومش عارفه يعني بقى زحمه في زحمه كده. هل ده حقيقي؟ حقيقي طبعا جدا. السوشيال ميديا بتاثر بشكل كبير على القلق, بتسيبنا يعني بتسيب ناس كتير جدا بالقلق. اولا احد اهم اهداف او الحاجات اللي انا ممكن اعملها عشان اعالج القلق هو ان انا اصفي ذهني شويه, اقعد اتصل بالطبيعه, اقعد اتنفس, اعمل يوجا, حاجات زي كده. كل ده بيساعد ان انا اعالج القلق, ان انا يبقى ذهني صافي. طب ازاي هيكون ذهني صافي وانا قاعد ماسك سوشيال ميديا؟ زمان البيزك انا كنت بشوف مثلا بقعد في اليوم بقابل 4-5 اشخاص. طب انا دلوقتي ماسك انستغرام مثلا, فانا بشوف 30,000 صوره شخص, 5,000 خبر, كل دي مسيرات تدخل جوعالك حتى لو ما وقفتش عندها. طب هقول لك على حاجه تانية او نفس سؤال عبيل بصيغه فيها اضافه بسيطه قوي. السوشيال ميديا وادمانها ومتابعتها وان انا اشوف كل الناس اللي حواليا والناس حتى المشاهير والبلوجرز والكلام من ده كله يعمل لي قلق اكتر ولا يعمل لي احباط؟ لو قلنا الاثنين مع بعض كارثه. يعني الاثنين مع بعض بالظبط. اولا محبط ان انا ايه ده, انا مش زي الناس دي ليه. الحاجه الثانيه ان انا الناس دي بيحطوا لي صوره كده للحياه بشكل غير واعي. عقلي بيبدا يقول ان انا لازم عشان اكون مبسوط في حياتي فانا لازم ابقى زي دول. ده الشيء الطبيعي, انا اللي مش عايش أنا طبيعي. مش طبيعي. طب اعمل ايه بقى عشان ابقى زيهم؟ فافضل دايما الان عمال افكر اوفر ثينك, انا محتاج اشتغل اكتر, طب الشغل ما جاش, طب قلقت وصبت بالاحباط. فهي هو بس اللي مرعب جدا جدا في موضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده انه قد ايه فعلا احنا ما بنبقاش مدركين ان في حاجه بنشوفها وبنتعرض لها كل يوم واحنا مش مدركين تماما انها بتاثر علينا. يعني الموضوع ده مرعب جدا اللي هو انت قاعد كل يوم. تخيل مثلا ده من باب التخيل يا رامي يعني نو اوفنس, تخيل مثلا كل يوم باجي الراديو اقعد مع رامي عندنا برنامج فمثلا اللي هو بيأثر عليا وانا مش حاسه, يعني انا مش مدركه ان ده شخص توكسيك في حياتي. مش مدركه. مش رامي يعني مش رامي والله. بصوا من اول السيزون وهي بتضرب بقى انا صرت اتكلم عادي معاها شهرة ناصر ان شاء الله لما هي عمري كده. لا رامي المثال ده مش حاجه وحشه يعني قاعدين مع بعض, بس فعلا ان ممكن يبقى في ناس معينه في حياتك انت اصلا مش مدرك ده. فهل في تكنيكس معينه تخلينا عارفين ندرك ايه الحاجات اللي بتأثر علينا ولا ده شيء مستحيل؟ طيب قبل ما تجاوب بقى معلش يا مهند انا اسف لان انت قلتي حاجه في منتهى الاهميه وربطتيها بالسوشيال ميديا بجد. المثل الشعبي انا قلته قبل كده اللي هو بتاع الزن على الودان امر من السحر, ده اللي بيحصل معانا من خلال السوشيال ميديا. بجانب الاحباط واللايف ستايل وان الناس دي معاها فلوس وانا مش زي, مش عايش العيشه دي ومش راكب العربيات دي وبقضي يومي زيهم, ده بعيدا عن الاحباط والقلق بقى فكره تغيير القناعات. طبعا تغيير القناعات ان انا اقبل حاجات من كتر ما بشوفها قدامي على الانستجرام صور ومش عايز اقول الاسم
زي ما هو معروف دوليا رغم ان في دول كتير منعت النوعية دي من العلاقات. الناس اكيد هتفهمني تمام. فان السوشيال ميديا دلوقتي بقى بتطلع الحاجات دي قدامك بطريقه انت مش فاهم ليه. لا انت انت بتنورمالايز ده شايفه طبيعي. فمن كتر بقى ما الجيل بقى اللي طالع اللي لسه تفكيره بيتكون وعقله بيحدد مصيره وقراراته وحياته بشكل عام, هيلاقي ان في نشأته وفي عقليته ان ده شيء طبيعي. النوعيه دي من الحاجات المحرمه دينيا وضد عاداتنا وضد تقاليدنا وضد ديننا في الاساس. بالظبط. ففكره تغيير القناعات من 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 المنظور النفسي, الحق ابني ازاي, الحق نفسي ازاي, افكر ازاي بشكل سوي بعيدا عن التاثير السلبي من الحاجات اللي احنا بنشوفها على الانستجرام وغيرها من السوشيال ميديا. حلو. احنا قلنا ان فعلا عقل الانسان خاصه اول 12 سنه في حياته هو بيبقى ماده خصبه لتكوين قناعات وقيم ومعتقدات, وللاسف بيفضل عايش بيها بقيه حياته. وتغييرها بيبقى صعب جدا يعني في مستويات عليا من التفكير اللي هو الافكار. ده المعالج النفسي يساعدك انك تغير افكارك. لو تشغل معك اكتر بيبدا يشتغل على معتقداتك وقيمك وحاجات بقى متكونه من فتره الطفوله. فنلاقي الافكار الجديده على المجتمع والافكار السلبيه اللي عايزين يبداوا ينشئوها, لو تاخدوا بالكم دايما بيبدا يشتغل على الاطفال مش الكبار. لان انت ككبير خلاص كونت معتقداتك وقيمك وعرفت اهدافك في الحياة ايه, الطفل لسه هو بيزرع بقى بيبدا يستمد من ده بشكل غير واعي, بيبدا يعمل كده بيبدا يشتغل على الاطفال بده. مهم جدا الاسره بقى دورها مهم في حاجه زي كده. كان الاسره هو الاهم مليون مره من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا الاطفال طول ما انا سايب ابني على السوشيال ميديا هو طفل او قدام تلفزيون بدون رقابه, لا مهم يبقى فيه رقابه جدا على كل حاجه بيشوفها كل حاجه بيقولها. والاهم من ده كمان معظمنا بنغفل عنه في الاسر المصريه ان انا اجاوب على اسئلته والمناقشه النقاش وناقشه. لان في بعض الاسر ماما او بابا هو ده ليه او ده معناه ايه, فتلاقي الام والاب بس ما سالش الحاجات دي هو افتكر ان ده الحل فبالنسبه له خلاص مش هسال. هو انا كطفل هروح ادور على الحل في حته ثانيه, فلو خدته من حته ثانيه كمان لي معتقد. يبقى مهم جدا نتكلم مع ابنائنا في سن خاصه قبل 12 سنه او في من سن 6 سنوات يعني من 3 4 سنين لحد 12 سنه. صح جدا جدا عشان ما نوصلش لمرحله القلق وان انا اشك في تصرفات وفي تعاملات وفي افكار حتى ابني. فده برضو ليه علاقه بفكره القلق وتوليده بقى او اظهاره من البدايه خالص. وكمان هنتكلم اكتر عن ازاي ان احنا بيقولوا يعني انه في اللي هو الجيل بتاع العشرينات الثلاثينات السن ده او جيلنا احنا عامه بدون الصغيرين لسه جيل قلقان. انا برضو عايزين نتكلم ازاي نقدر ننشئ طفل او حد شخص كده يروح للمجتمع من غير ما يبقى قلقان وطول الوقت متوتر, وايه الحاجات اللي ممكن اعملها في ابني او بنتي عشان ما يطلعوش دايما متوترين ومشدودين من كل حاجه. ده هنتكلم عنه برضو. اوكي. هو فعلا الاب والام ولادهم بيكونوا مرايه ليهم. مرايا هو طبعا بنسبه كبيره بيبقى ليها لان الطفل بيدور على ايدول. ده فطره انسانيه. فالايدول بالنسبه لي مين؟ الاب او الام. دول المثل الاعلى. يعني من الاخر كده القصد من السؤال قبل ما ننظر ونقول التفاصيل للابناء بشكل عام, محتاجين ان احنا نعيد ترتيب الدماغ عند كل اب وكل ام بيبقى عندهم مشكله في الحته دي. يلا شاركونا على 2-18-10-8-66 رقم التليفون, 1-9-9 على الاس ام اس, 5 على الطريق. انت معاك عبير بسيوني ورامي الحلواني في ضيافتنا المعالج النفسي مهند سمير. ورجعنا من تاني وخمسة على الطريق على الراديو 90-90 عبير بسيوني ورامي الحلواني وفي ضيافتنا المعالج النفسي مهند سمير. بنتكلم عن القلق وازاي ان احنا نتخطاه ونتعالج منه. يا رب نسهل يعني الاسمس عندنا كلها اللي هو انتوا بتتكلموا عن حاجه فاهم يعني. انتوا في ناس عندها مشكله كبيره جدا في الاسمس انه مفيش حاجه اسمها ان انا اتحكم في افكاري. يعني في ناس بتشوف انه انا ازاي اتحكم في افكاري, هو يعني ايه اصلا, او انا بفكر كده ومش هعرف اعمل حاجه غير ان انا كده خلاص. فهل ده في ناس بتعرف تتحكم في افكارها فعلا؟ ما احنا عشان كده بنقول يا جماعه نروح لحد متخصص. المتخصص بيساعدنا. مش يعني انا لو قلت لحد تتحكم في افكارك هيقول لي ايوه برضه اعمل ايه يعني لو اعمل الصح اعمل ايه برضه اعمل الصح. الفكره ليه المعالج النفسي بتاخد معاه سيشنز كتير, بتاخد معاه من 3 ل 12 او 20 سيشن, لان المفروض في جداول معينه بتشتغل عليها في منطق معين. السيشن بتبقى مدتها من 30 دقيقه لساعه مثلا. فبنتناقش في الافكار دي. المناقشه دي هي هو ده مسمى التحكم في الافكار, هو ده مسمى ان انا ازاي اساعدك تتحكم في افكارك.
ولكن لو قلت لك بس كده تتحكم في افكارك انت مش هتعرف. مش هتعرف. يعني المعالج النفسي بمنتهى البساطه هو بينور لك سبوتات كده على المشاكل اللي ممكن تكون مسببه لك قلق في حياتك في كل نواحي حياتك، وبيخرجك منها وتبص عليها، فانت هتحدد طريقتك في التعامل والترتيب. مظبوط كده؟ بالظبط كده. ننام بقى نروح. ننام بقى فريش. طيب كمان من الحاجات اللي برضو بتتقال كتير قوي ان ناس بتقول انه احنا لما بنعيا عيا جسدي المفروض ان احنا بنعيا بناخد دواء ونخف خلاص. في ناس بقى عندها كده مبدا ان الحاجات النفسيه مش بتتعالج، هي بتبقى كانك تاخد مسكنات بس. علاج لا، مفيش حد يبقى عنده قلق ويبقى كويس خالص، مفيش حد هيبقى عنده سوس قهري يتعالج تماما. فهل ده حقيقي ولا لا عادي الموضوع بيتعالج ومفيش اي حاجه؟ لا بيتعالج طبعا بالادويه، ولكن العلاجات الجديده زي العلاج المعرفي السلوكي، العلاج الجدلي السلوكي، العلاجات دي كفاءتها عاليه جدا. الادويه خلينا نقول بتشتغل اكثر على الاعراض. يعني وليكن حد عنده اضطرابات في النوم بسبب القلق فبينام كويس. ينام كويس. ولكن العلاج النفسي او العلاج اللي هو المعرفي السلوكي مثلا بيبدا يشتغل على العمليات المعرفيه عندك، طريقه تفكيرك، ادراكك، بيساعد بجانب العلاج الدوائي هو ان انت ازاي تشتغل بقى على التحكم في الافكار، انك تشتغل ازاي على التعامل مع مشاعرك لما بتيجي مشاعر القلق. غير كده انا كمعالج نفسي ايا كان شخص المعالج ممكن يتضح له سبب هو سبب القلق اللي عندك وبقاله سنوات او شهور وانت مش واخد بالك منه ومش هتعرفه لوحدك. فبالتالي في ارشادات احنا بنقولها بتساعد على التعامل مع القلق زي اللي احنا بنعمله هنا مثلا، بتساعد. في ناس بتستفاد منها بشكل كبير جدا، وفي حاجات ممكن تبقى مشكلة اعمق من اللي احنا بنتكلم فيه هنا، فبالتالي مش هقدر اكتشفها غير لما انت تتكلم معايا اصلا كشخص جاي لي يعني. وبالطريقه دي او بالطريقه المعرفيه السلوكيه او بالحاجات دي بيخف المريض ولا بيعرف يتعامل مع المشكله؟ يعني ايه الفرق بين هل مثلا دلوقتي انا طول الوقت مثلا باوفر ثينك، او مثلا حد اتاخر عليا في الطريق ما بيردش عليا، قلت ده حصل له حاجه، هل الفكر ده مش هيجيلي اصلا لما اتعالج، ولا لما يجيلي هعرف اتعامل معاه فمش هيبقى مسبب لي مشكله؟ لما يجي هعرف. يعني هدف العلاج النفسي في الاخر ايه؟ ان يصبح المريض معالج ذاتيا، انه يقدر يتعامل مع نفسه لما الافكار دي تيجي. فبالتالي اذا انت بقى معاك تول بتقدر تتعامل بيها مع الافكار دي على مدى فتره طويله شويه مثلا اشهر، الافكار ما تبدا ما بتجيش لانك خلاص اطمنت تجاه الفكره، فبالتالي مش هتيجي تاني. فبالتالي انت كده وصلت لفكرة العلاج. يعني التول دي بمنتهى البساطة هو فكرة ان انا ببقى في ايديا القرار ان انا خلاص وصلت للمرحلة اللي عرفت فيها نفسي انا وصلت للبيك هنا، فلازم اقف واخد خطوه لورا واعيد التفكير من اول وجديد. بالظبط. بالطرق كده. مثلا لو رحت معالج نفسي من سنه فهفتكر ان انا من سنه لما رحت للمعالج النفسي كان قايل لي لما الافكار تبدا تيجي لي بالطريقه دي هتعامل معاها بالطريقه دي. اصبح ان انا بقى معايا التول او السكيل اللي انا اقدر اتعامل بيها مع الافكار. فبالتالي دي في حد ذاتها اصلا بتطمني. تمام جدا. هو ده الليفل بتاع العلاج اللي احنا بنوصل له كشخص بيتعالج يعني. هل القلق ممكن يوصل لمرحلة الاحتراق النفسي؟ طبعا، والاثنين ليهم علاقة ببعض. الاحتراق النفسي هو فكرة ان انا في ضغوط نفسية بقالي فترة طويلة جدا ببدأ اللي هي البرن اوت، وان انا احترق بقى خلاص. بالتالي طول ما انا اصلا مضغوط ففي اوفر ثينكينج، والاوفر ثينكينج هو احد اعراض القلق. وبالمناسبة هو القلق هو الاضطراب النفسي اللي موجود في كل الاضطرابات النفسية. يعني اللي عنده اكتئاب بيقلق، اللي عنده امتحان اللي داخل على مرحله جديده، شغل جديد، حياه جديده. بالزبط. اي قرار جديد مختلف بتلاقي ان الواحد دايما ايه دماغه بتروح وتيجي. طيب ايه القلق المحمود، القلق الحلو اللي كلنا بنستناه؟ زي بالظبط كده اضطراب النوم اللي بيجي لنا لما نبقى صاحيين تاني يوم احنا عارفين ان بكره العيد مثلا، مسافرين، عندنا رحله حلوه، حد جاي، يعني كلام من ده. القلق المحمود هو اللي يدفعني ان انا اشتغل. يعني زي ما قلنا ان احنا لو في شخص ما عندوش قلق هي دي في حد ذاتها مشكله. يا رب وعدنا يعني حد. بس هي مشكله. يعني ليه مشكله؟ لو في شخص مش قلقان ان هو عنده امتحان بكره، او لو في شخص مش قلقان ان هو عنده انترفيو بكره، مش هيحضر له كويس، صح؟ مش هيذاكر كويس، فاصبح عنده مشكله. لو في شخص ما بيقلقش وبيلعب مع حاجات خطيره جدا، حيوان خطر، او بيلعب بيستخدم الات خطر جدا في شغله وهو ما بيقلقش، ده حتى بيجي يشتغل يقول له خد بالك. خد بالك دي هي كلمه بتستثير القلق اصلا. لو حد بيشتغل على مكنه او جهاز فيها اله حاده
فخد بالك خد بالك دي بقى ناس سرت. يا سلام بقى لو اتقالت لحد اوريدي اصلا عنده تردد وتوتر. انت كان قصدك ايه؟ قول لي. خد بالك خد بالك انت تعرف حاجه وما قلتليش عليها. ايوه ايوه صح جدا. انا حاسه ان كل الناس اللي بتسمعنا ممكن تكون يعني حاسه اللي هو ايه ده، هو انا مش لوحدي للدرجه دي؟ كل الناس دي حاسه نفس الحاجه. هل فعلا ان احنا كلنا مرضى نفسيين؟ بدرجات طبعا. مش هنقول نوصل لحد المرض النفسي، ولكن كلنا عندنا مشكلات نفسيه. يعني مفيش انسان سوي بنسبه 100%، حتى المعالجين النفسيين وحتى الاطباء النفسيين في وقت من الاوقات بيرجع لسوبرفايزر او حد يقدر يتكلم معاه يراجع افكاره. منظمه الصحه العالميه كانت قالت حاجه حلوه قوي، قالت ان احنا ممكن نروح من فتره للتانيه المعالج النفسي مره كل 3 شهور حتى اراجع افكاري، اشوف انا ماشي صح ولا غلط، طب هل انا بفكر في الامور دي بطريقه صح، طب ايه سبب خلافات بيني، طب ليه بتعصب، طب ليه مش عارف ايه. كل دي حاجات موجوده عند كل البشر، فبالتالي مفيش انسان هيبقى سوي بنسبه 100%. طب مهند انت معالج نفسي، وقت ما بتتحط في ضغوط وستريس ومطلوب منك حاجات وعليك مسؤوليات وعندك وايه بتروح لحد؟ بتكلم طبعا اكيد مع حد احيانا لو حسيت ان الموضوع بالنسبه لي. الاول ببدا استخدم التولز اللي معايا، انت عارفها بقى. طب انا مثلا عايز افصل شويه من كوني ان انا هفضل في الزون دي دايما، ممكن اروح اتكلم مع حد، وده طبيعي جدا. يعني اي معالج نفسي لازم يبقى ليه سوبرفايزر يتكلم معاه. والسوبرفايزر بقى لما بيجيب اخره ماشي كده بقى معانا. يعني مهند يحكي حد وثلاثه وسوبرفايزر بالظبط، يعني نكلم بعض. لا هو ده حقيقي برضه بيسمعوا كتير. ولسه معانا المعالج النفسي مهند سمير، وبنتكلم عن القلق. طبعا اصلا مهند في الراديو من شويه فاهم، الناس كلها جات له، يعني احنا كلنا عايزين نروح كلنا. وكلنا محتاجين اللي ينور الطريق بشكل كده نفسي. يا رب تحس يا اخويا سلامه هيطلع يقول كلمتين. طيب دلوقتي اعرف منين ان انا عندي قلق مفرط او قلق مرضي؟ ايه الاسئله اللي ممكن اقولها ولو جاوبت عليها الله اكبر انا بقيت دلوقتي عندي مرحله مش حلوه من القلق؟ حلو، خلينا نقول ايه الاسئله اللي لو سالتها لنفسي وجاوبت عليها ان هي موجوده يبقى انا كده عندي قلق. اولا لو انا دايما عندي اضطرابات في النوم وبحلم بكوابيس، لو فده عرض. لو هل انا دايما بحس باعراض سايكوسوماتيه زي الام في البطن، صداع، وجع في الرقبه، وجع في الظهر، في المفاصل، كل دي حاجات برضو لو جاوبت عليها يبقى انا عندي قلق. لو حاسس ان انا مخاوفي كبيره جدا بالمقارنه بالناس اللي اعرفها، حاسس ان انا دايما بخاف اكتر من الناس او بقلق اكتر منهم، هم ليه مش قلقانين زي كده؟ لو انا بعمل ده يبقى انا عندي قلق. لو بيجي لي اضطرابات في المعده، لو دايما حاسس بصداع، لو دايما ببالغ قوي في التفكير، كل الاعراض دي لو جاوبت عليها يبقى انا عندي اعراض قلق شديده جدا ومحتاج ان انا ابدا اتكلم مع حد متخصص. ده كده ربنا يستر. ده هتلاقي ناس كتير قوي قالت يعني ناس كتير قوي فعلا ممكن تكون بتعاني من ده. وخلينا برضو نقول انه اكيد مش ده، لان انت عارف طبعا كلنا لما بنعي او بنحس باي حاجه بندخل على جوجل نكتب العرض ونشخص نفسنا عادي جدا، واللي هو بس طبعا اللي بياكد لنا اذا كان ده صح ولا لا احنا بنروح لمعالج نفسي بنساله. وخلينا برضو اقول لكم نقطه مهمه جدا في تشخيص القلق، من ضمن الاسئله اللي لو جاوبت عليها يبقى انا برضو عندي، لو جاوبت عليها يبقى برضو عندي اعراض قلق. ان اعراض القلق هي متشابهه جدا باعراض كتير فسيولوجيه زي وجع البطن او الصداع او الام المعده او مثلا في ناس بيجي لها شعور بالغثيان، فالناس بتدخل تسيرش على جوجل مثلا بالاعراض دي فتبدا الاعراض دي تقول لك دي جوجل يقول لك دي اعراض مرض كذا، فتقلق اكتر فالاعراض تزيد اكتر. ده نوع من انواع او عرض من اعراض السيفير قوي ان الشخص عنده قلق. برضو لو لا يلا بقى نطبق بقى الكلام ده على الهوا. لا ليه نطبقه على الهوا؟ عدي الحقنة يعني تفضل نطبقه على رامي. يلا على عبير. لا على رامي. طيب يلا جايين نبدا بعد على الهوا يا رامي. مش مشكلتي خلاص، هي الكلمه طلعت وتعبت عيب الرد بقى عيب الهوا. يلا قول لي بقى كده وانا. طب انت كنت هتقول حاجه كمان. من ضمن الاسئله اللي جاوبت عليها برضو فانا كده عندي قلق لو انا بتعصب بسرعه وبسهوله، ودي مش شخصيتي. لو بعمل ده كتير فده عرض من اعراض القلق. طب يلا يا مهند انت قدامك بيشنت اهو. ياه بالانجليزي بريد طيب يلا انا اللي هبقى المثل بقى، ما دام كده عبير اصلا بيضرب بيه المثل من اول. ايوه صح.
من اول السيزون من اول سيزون تمام. فاسال وانا هجاوب على الهواء وهتقول تحليلك لاجاباتي ايه. لو لا يعني اسال في الزوم بتاعت القلق زي ما احنا اما هتسال في ايه اوكي نفس الزوم بتاعك انت ما خلص الاسئله ما انت جايله في الاخر برضو الراجل خلص الاسئله يلا نعمل التست. لو عايز تفتح الزون اكتر من كده شويه عندي اضطرابات في النوم مثلا عندي اضطرابات في النوم نومي متقطع ولا نومي بنام كتير او قليل؟ لا متقطع. متقطع ده عرض. هل بحلم بكوابيس؟ احيانا احيانا. حلو جدا كمل ولا كفايه؟ كمل. انا عايزه ان دي فقره كوميديه عايزه كفايه. هل بحس بالام في المعده مثلا؟ لا. اوكي. هل ضربات قلبي بتزيد؟ ضغطي بيزيد؟ الضغط احيانا اوكي. هل بحس ان ايدي ورجلي بيبقوا باردين شويه مثلا؟ بيبقى فيهم رعشه. لا ده كده هبل. لا عرض بالمناسبه فعلا يعني. هل بحس ساعات بالغثيان كده ان انا على حسب مثلا لو انا داخل على حاجه جديده مثلا وبشتغل عليها وكلام من ده فاول ما بيتقال يلا احنا هنشتغل النهارده هنشتغل بكره هنبتدي كذا فتحس ان الكركبه بقى اللي هو لا انا فاشل انا مش عارف اعمل حاجه. هل مقارنه بالناس اللي اعرفها بحس ان انا مخاوفي كتير بقلق كتير مقارنه بالناس اللي في حياتي؟ اوكي. هل بتعصب بسرعه؟ لا مش دايما. اوكي طيب احنا عندنا درجه يا حضر مبروك. انا دلوقتي في اي درجه اقول لي بس طمني يعني طبعا احنا ممكن نبقى نكمل التست بره الهواء عشان النوم الهوائي 30 40 سؤال كده بس دي الاسئله سالتها دي هيبقى لنا اذا كان في اعراض فعلا نقدر نقول ان الشخص ده ممكن نجو اون معاه ان هو في اعراض قلق ممكن يعني يحضر جلسات نفسيه. ف طب انا دلوقتي ينفع احضر جلسات نفسيه ولا الحمد ينفع لله؟ انت واضح انك ينفع طبعا انت لازم تاخد اجازه الموضوع اللي هو الموضوع معدي يعني مش سمع يا دارة محتاج اجازة سمع يا دارة رجعنا من تاني بخمسة على الطريق على هوا الراديو 90-90 بندردش وبنتكلم وبنتعالج على الهواء مباشرة ما عندناش حاجة بنخبيها كواليسنا كلها مفضوحة. معنا مهند سمير المعالج النفسي وعبير بسيوني بتقدم معنا البرنامج كتر خيرك غالي وانا موجود معاكم كده. فالفكرة بقى بتاعت القلق والمخاوف والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي هل في جوانب منها خفية ملهاش تفسير؟ ايه الاعراض الخفية اللي ممكن لو موجود عندي وما تحس ان هي مش ريليتد او بالقلق بس معناها ان انا عندي قلق؟ اولا منها اعراض جسدية كتير جدا زي ما قلنا اضطرابات المعدة الصداع ارتفاع الضغط بشكل دون مبرر او ملوش سبب فسيولوجي او عضوي. القلق بيرفع الضغط لان طبعا طول ما انا قلقان في هرمون الكورتيزول بيزيد جدا في الجسم فبالتالي بيساعد على زيادة الضغط فدي كلها اعراض قلق. صعوبة التركيز ده اعراض خفي جدا. العصبية المبالغ فيها التقلبات المزاجية الحادة او البكاء العياط بشكل هستيري واضحك بعدها على طول ده عرض من اعراض القلق. طبعا ده بيدخل العرض ده في اضطرابات تانية بس برضو احد اعراض القلق ان انا اكون بالطريقة دي. صعوبات التركيز اضطرابات النوم كل دي حاجات خفية من خلالها نقدر نقول ان انا ممكن يبقى عندي قلق. ترجع على ايه؟ اصلا مش خفيه خالص يعني عايز اقول لك انه الفكره لا والله مش قصه مش خفيه بس احنا قولي اصل انت قوي برضو بص بص الفكره ان انت بتقول حاجات يا مهند بمكانات رامي اللي هو انا عندي كل ده ده حقيقي فعلا وانت بتتكلم انا عمال يعني اعلم كده في دماغي واحد وعبير بتعلم بالورقه والقلم احنا عندنا كتير من الاعراض الاعراض الخفيه هي اعراض انا مش فاهم هي معناها ايه بس ريليتد بالقلم ودي فعلا من اكتر حاجات اللي بتكون موجوده انه
انت لو عارف او مدرك المشكلة فانت مدرك المشكلة خلاص، انما في ناس حرام ما بتبقاش مدركة خالص، مش فاهمة اصلا ايه السبب، وفجأة بتلاقي نفسها ايه ده ايه ده، ايه علاقة ده اصلا بالقلق، ايه علاقة ان انا يعني حتى قبل كده كنت قريت مش عارفة دي حاجة صح او لا، بس انه ناس كتير جدا بتروح لدكتور نفسي لما بتروح لدكاترة كتير جدا جسدية بيشوف انه ما عندوش اي حاجة مرضية، ولكن هو فعلا على طول تعبان زي ما انت بتقول، فبيبتدي ان هو يروح لدكتور نفسي او بيبتدي بقى يجيله ريفيرل ان لا روح لدكتور نفسي. مليش اعراض جسدية بالظبط. طيب احنا على 199 كان محمود باعت مسج بيتكلم فيها ان هو بيعمل تصرفات مش مفهومة، وصلت لمرحلة ان هو بيهرش في شعره كتير، بيشد خصيلات من شعره من دقنه، يعني ده قلق، ده نتيجة قلق، ده بنسميه اضطراب نتف الشعر. بيبقى بسبب الضغوط النفسية الشديدة جدا لو احنا ما تعملناش معاها مع فترة على مدار فترة طويلة بتأدي لبعض الناس كده. بتبقى احد سلوكيات السيلف هارمنج او ايذاء الذات، ان بعض الناس مع الوقت ما عندوش قدره ان هو يتعامل مع الضغوط، العقل احيانا بيديله ميكانيزم كده انه يبدا يأذي نفسه. بعض الناس بتبدا تعمل زي كاتنج مثلا، بعض الناس بتقص شعرها، بعض الناس بتبدا نتف الشعر او الحواجب او حاجات، اي حاجه فيها سيلف هارم او ايذاء للذات، وبيتحول لاضطراب طبعا لانه بيفضل فتره طويله مستمر مع الشخص. بس بيكون سببه الرئيسي هو ضغوط نفسيه بشكل طويل ما قدرناش نتعامل معاها بشكل كويس. بيبقى يعني لو قلنا له روشتة كده في دقيقه، ارجع الاول اشوف الاعراض دي بدات امتى، وارصد، اعمل رصد كده للمشكلات اللي موجوده في حياتي، سواء مشكلات معرفيه يعني متعلقه بطريقه تفكيري، او لو عندي ضغوط كتير في حياتي ابدا اشوف هتعامل معاها ازاي، بدات امتى، وهكذا. كل ده بيخفف الضغط، دي حاجة. الحاجة التانية بنبدأ ندربه على بعض السلوكيات انه يبدأ يشتت بيها انتباهه عن فكرة ان هو، لان طبعا الحركات دي بتكون لا ارادية، هو بيبقى قاعد عمال يشد في شعره او في شعر الحواجب مثلا، بس هو مش واخد باله. فدايما بنخلي في حاجة اسمها اليقظة الذهنية او المايندفولنس، ان انا ابقى دايما مركز في اللحظة اللي انا فيها، استخدم حاجات بايدي ابقى حاسسها قوي بايدي، استخدم حواسي طول ما انا قاعد، يعني مثلا امسك حاجه في ايدي واحس وزنها وملمسها ودرجه، يعني البطل في القصه كلها فكره الالهاء، الهاء الفكر والتفكير في الجزئيه دي، يبدا يبعد العاده تماما. طيب كمان عايزين نعرف منك ايه الحاجه او ايه احنا اتكلمنا دلوقتي عن القلق وتشخيصه، ونقدر نقول ان اي حد بيسمعنا عنده قلق فهم، لو هو عنده قلق او خلاص فهم ان هو فاهم انه الى حد ما انا عندي مشكله، ايه الحاجات، انا عارف المستحيل طبعا نقدر نقول كل الحاجات اللي ممكن تعالج القلق، او ان في حاجات طبعا علاجية جدا، بس ايه الحاجات اللي عارف لما الناس تقعد تقولك انا جوايا حاجات كتير قوي ما بتخرجش، انا مضغوط، انا مشغول، انا قلقان طول الوقت، فايه الحاجات، قول لنا حاجات معينه نقدر نعملها 1 2 3 كده بالظبط عشان الناس ما تتوهش مننا خالص، حاجات معينه نقدر نعملها علشان نقلل القلق او نقدر نتعامل مع القلق. رقم واحد كتابه الافكار والمشاعر، الكتابه بتساعدني على تنظيم الافكار والمشاعر دي، ومهم جدا افرق بين الفكره وبين الشعور وانا بكتب، عشان يبقى كاني ايه منظم وكشف عقلي كده بيجيب لي ايه جوه، ده بيعمل لي تفريغ. الفكره هي الفكره اللي بتسبب لي الشعور، يعني ليكن انا قلقان من الاسد مثلا، فالفكره ان الاسد هيأذيني او هيكون دي الفكره اللي مسببه لي القلق، وهكذا. قلقان من المرتب فالفكره ان ممكن ما يكفنيش، الآن من مديري في الشغل فالفكرة ان انا ممكن اترفض، فابدأ اكتب الافكار والمشاعر دي، دي اول حاجة. تاني حاجة احاول ارد على الافكار دي ردود منطقية، هل فعلا ده هيحصل؟ هل القلق ده هيحصل؟ واسأل نفسي دايما ايه اسوأ حاجة هتحصل لو ده حصل، واحط بلان للتعامل مع اسوأ حاجة، يعني اذا فعلا حصل ان انا اتخصم لي من مرتب الشهر ده، دي فكرة قلقاني، احط بلان للتعامل معها طبعا على جميع الافكار. الحاجة الثالثة ان انا طبعا مهم جدا امارس اليوجا او المديتيشن او التنفس، لان طول ما احنا بنتنفس، في دراسة كده اتعملت في عالم نفس اسمه هيربرت بينسون، جاب ناس قسموا مجموعتين خلاهم يتنفسوا لمدة 8 اسابيع يعني شهرين متواصل تنفس، يعني ينظموا نفسهم طول ما هم قاعدين بمعدل 5 مرات في اليوم. بعد 8 اسابيع بدأ يعمل لهم تحاليل لقى هرمونات الاستريس هرمون زي الكورتيزول قل بنسبه كبيره جدا تفوق 70%، لقى الافكار السلبيه قلت جدا جدا، كل ده من التنفس بس. لقى حاله الجسم ان هي تبقى تردد موجات الفا في الجسم، ان الانسان يبقى في حاله اتزان وهدوء نفسي، زادت جدا، كل ده بدون تدخل دوائي، مجرد ان هم بيتنفسوا
او بيتصلوا بالطبيعه. اليوجا ان انا اقعد اركز مع الشجر، اركز مع البحر، اركز مع حركه الطبيعه عامله ازاي. كل الحاجات دي لو عملتها بشكل كبير جدا بتساعد ان انا اكون هادي وفي حاله هدوء واستقرار، وبتعالج القلق بشكل كبير جدا يعني. طيب احنا هنطلع فاصل اخير في خمسة على الطريق، وعايز ارجع ونفكر في اجابه السؤال ده معاك كده، ازاي ابطل قلق من فكرة التعامل مع شخص قدامي عارف نقط ضعفي وبيلعبني بيها. حلوة دي. تمام، ده اللي احنا هنختم به خمسة على الطريق. بس بعد ما نسمع راغب علامة ونرجع مرة تانية. وفي اخر دقائق في خمسة على الطريق مع بير باسيون ورامي الحلواني، معانا المعالج النفسي الاستاذ الدكتور ان شاء الله كده يا رب تكملها على خير، مهند سمير. وقبل ما اختم معاك، واحنا كانت دردشتنا خلال الساعتين اللي فاتت على القلق وانواعه وازاي ان احنا نحافظ على نفسنا منه ونواجهه وقت ما يكون موجود. اخر حاجه خالص حابين نختم بيها الجزئيه دي، فكره الناس اللي بتقلق من التعامل مع الشخصيات اللي عارفين نقط ضعفهم ايه وبيلعبوهم بيها. ازاي؟ حلو جدا السؤال ده، ازاي اتعامل مع شخص عارف نقط ضعفي؟ اولا احاول دايما افهم له او اوصل له ان انا عارف ان انت عارف نقط ضعفي، بحيث ان انا خلاص كده انا كشفته، فمش هيعرف يدوس عليها قوي او مش هيعرف يستغلها قوي. انا وضحت له ان انا عارف انك عارف نقط ضعفي وبتشتغل عليها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ممكن ببدا اعبر عن ده بشكل صريح الاول. ده اول ليفل ممكن اعمله، اعبر بشكل صريح ان انا ما بحبش او مش هيكون مناسب معايا انك تتعامل معايا وفقا لده، لان انا واخد بالي من ده وده مؤذي بالنسبه لي، حتى لو مش هو مسميها نقط ضعف، انا مسميها بالنسبه لي او بالنسبه لي دي حاجه بتضايقني ايا كان اسمها ايه. لو ما توقفش عن ده، ببدا اتعامل معاه بالمثل او ببدا احرمه او امنع عنه حاجه هو بياخدها مني. الحاجه دي مش شرط حاجه ماديه، بس وليكن انا بهتم بيه بطريقه معينه او بقدره بطريقه معينه، ببدا اوصل له ان انا مش هقدر اتعامل معاك بالاحترام او بالتقدير ده طول ما انت ستيل بتاكد على النقطه اللي انا بالنسبه لي بتضايقني، وهي التعامل على نقط ضعفي او الحاجات اللي بتضايقني. فكره المعايره كمان، المعايره، الناس اللي بتقلق يعني انا بقلق ان انا اقول كذا لحد يمسكها عليا ويفكرني بيها بعد كده. يعني شوف الموضوع كل ما بنيجي نكتب بنفتح على عندنا فكره جديده ثانيه كتير. فهو كده فعلا كده بجد كده. يعني ايه، خلينا عند وعدنا بانك تكون معانا ان شاء الله كل فتره كده ان شاء الله، نقول نفوت الاسبوع الجاي وتنورنا مره تانية الاسبوع اللي بعده ونفتح مواضيع اكتر. وايه بقى اخر سؤال بقى كده ننهي بيه كده الحلقه، ايه الحاجه وايه المسج اللي انت شايف ان انت محتاج تقولها للناس عامه ليها علاقه بالطب النفسي او ليها علاقه بالصحه النفسيه؟ الصحه النفسيه بالظبط. في مسج مهمه جدا حابب اوصلها لكل الناس عشان تقدر تحافظ على صحتك النفسيه. اولا مهم جدا تبقى دايما بتعبر عن اللي انت حاسه، بلاش فكره ان انا مش عارف اتكلم او ما بعرفش اتكلم. في ناس كتير جدا كانت بتجيلي تقول لي انا ما روحتش لمعالج نفسي بقالي فتره عشان مش عارف اتكلم، او ما بتكلمش مع شريك حياتي او مع صحابي لانهم مش هيسمعوني، مش عارف اتكلم. دايما الفكره دي شيلها من دماغك واتكلم، وما تستناش حتى فيدباك، بس اتكلم وطلع لوقت، ده بيساعدك جدا. ممكن تكتب، ممكن تتكلم مع ربنا، بس فكره التفريغ وان انا اتكلم دي مهمه جدا جدا، بتساعدك انك على الاقل تكون شخص متزن. المسج الثاني اللي حابب اوصلها للناس وهي فكره ان انا اتعامل مع نفسي بتراحم. دايما اكتر ناس عندها صحه نفسيه هي اللي بتتراحم مع نفسها تجاه اخطائها، تجاه اللي حصل، ما يبقاش فيه سيلف هارمينج او ان هو يؤذي دايما نفسه، عنده سلوكيات بيؤذي بيها نفسه او افكار ان انا شخص كذا او ان انا اجدج على نفسي. كنا بنسمع فكره ان انا بحكم على الناس، ولكن بننسى فكره ان انا بحكم على نفسي، ان انا شخص وحش. لو انا بتعامل دايما على نفسي بشكل فيه حكم، ده هيؤذيني جدا نفسيا. فمن الافضل ان انا دايما اكون متراحم مع نفسي، ما احكمش على نفسي. وكمان فكرة التعبير عن مشاعري مع نفسي، مع ربنا، مع الناس اللي حواليا، ده بيساعدني. اعتقد دي اهم مسج ناس كتير جدا محتاجة تفهمها في المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. شكرا جدا، بنشكرك جدا على الحلقه الجميله دي، واحنا فيرسلي استفدنا جدا طبعا زي ما انت عارف. نتمنى ان كل المستمعين يكونوا استفادوا زي ما استفدنا. وخلصت خلاص حلقتنا النهارده. بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين خمسة على الطريق. عبير باسيوني ورامي الحلواني النهارده كان في ضيافتنا المعالج النفسي مهند سمير. شكرا مره تانية على وجودك معانا، وبكره ان شاء الله افتكر معانا كده يوم الاربع والمشهد الرئيسي بتاعها، كلام اقل مزيكا اكتر. يلا نشوفكم بكره، سلام.